بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، ربي يتقبل منا الصيام والقيام. كما وعدناكم لقاؤنا يتجدد مع الملاكمة المسعدية، هذه الرياضة الفردية التي أعطت الكثير من الإنجازات رغم كل النقائص وقلة الإمكانيات. ضف إلى ذلك التهميش والإقصاء في من جهات كثيرة. نلتقي بداية مع الأستاذ علي النووي، رئيس نادي الهاوي وفاق للملاكمة المسعدية. سيدي الكريم، بداية ممكن تعطينا نبذة عن الوفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما على البث مباشر، نقول للشعب المسعدي رمضان مبارك، صحة وفوركم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. بداية نشكرك سي بلال على هذه اللفتة وعلى هذه الالتفاتة، وكنت دائما سند الوفاق في إنجازاته. وأيضا نشكر السي رابح السلام على أشرف المرسلين. نشكر السي عسالي رابح، لأن يتحنى الفرصه باش نكونوا عنده، يعني فتحنا بيته ودارنا هذا الخير هذا الدوار اللي دار فيه ان شاء الله في اهله. نرجع بالطبع اسره الوفاق هي موجوده هنايا، من ابطالها ومكتب نتاعها ومدربيها وحكامها. وقبل ذلك نبارك الملاكم عصام فوزه، وهذه يعني سابقة أولى، هي يعني أول ميدالية ذهبية وأول ميدالية في البطولة المدرسية. نهنوه ونهنوه من خلاله الوالد نتاعو ومدربه عسالي رابح والمدرب العيد القويني. أما فيما يخص سؤالكم عن مسيرة نادي الوفاق، هو نادي الوفاق تقريبا يعني البداية نتاعو كانت سنة 2009، وكان يعني هي كان يعني جاء بعد مع مجموعة اللي كانت في نادي السلام. وقبل نادي السلام جات المجموعة اللي كانت في نادي الأم اللي هو نادي الأمال الرياضي بلدية مصر. إذا كنا في نادي السلام لظروف يعني ذاك الوقت مع السياسة اللي جات بها الوزارة، وهي سياسة التخصص الرياضي، ارتأت يعني المجموعة ذاك الوقت، المجموعة الأولى نتاع اللي كان فيها ربع الساري العيد القويني الكوش الشايب شنقاش، وكانت الفكره باش نديروا نادي متخصص اللي سميناه ذاك الوقت نادي الوفاق سنه 2009. وانت تعرف يعني دائما تكون كاي بدايه تكون بدايه صعيبه، وكانت فعلا بدايه صعيبه. كان يعني انشاء النادي، وبدينا يعني بامكانيات يعني تقريبا معدومه. تقريبا ذاك الوقت حتى بدينا كنا نمشوا ونشاركوا بالروات نتاع الجماعه اللي كانوا ذاك الوقت مؤطرين، اللي هو العيد وعسالي رابح ومتحدث مجموعة، وكان حتى دركوش، كان شايب شنقاش، كان عثمان محمد بوجطو اللي نحييه بهذه المناسبة، من اللي كره حاضر موجود معنا. إذا قلت لك بدات المسيرة في 2009، وبدات بنتيجة يعني ذاك الوقت بدات بنتائج يعني كبداية كانت مشجعة ذاك الوقت، خاصة وهي مع البطل النعاس دحمان في 2009 و2010 و11 ميداليات برونزية. عبد الحفيظ عادل يحييه بالمناسبة. حتى من بعد جات فترة تاع 2013 14، كانت للأسف ذاك الوقت كانت يعني الإمكانيات تقريبا معدومة. ومن بعد 2015 بدات تقريبا 2016 بدات المسيرة مع التتويجات يعني من الفضية، بدات تقريبا بالملاكم عبد الباقي، ومن بعد مشات مع السالية أيمن، ومن بعد مشات مع الرمادية صالح أول ذهبية، ومن بعد مشات مع السالية أيمن بعد ذاك أيضا، وبعد مشات مع عبد الباقي مع زرقين طيب عبد الباقي اسماعيل. وكانت يعني ذاك الوقت كانت سابقة الملاكمة المسعدية، هي 4 نهائيات على التوالي. ومن بعد جات الذهبية نتاع زرقين طيب، ومن بعد جات يعني لحقت حتى الملاكم نحييه الملاكم قريبة موسى. ومن بعد حتى وصلنا اليوم العصام في البطوله المدرسيه ذهبيه ايضا. تقريبا هذه يعني هذه النتائج. كنت مثلا تشوف معايا نظرا مقارنه بالامكانيات اللي راها متوفره،
كانت النتائج اكبر من الامكانيه كانت متوفره، يعني كله كانت الامكانيه اكثر من هذا الشيء، وكان تحظى ما يروح لابعد ابعد من النتائج تقريبا. هي يعني تقريبا نقولوا احنا راضيين بهذا مع النتائج اللي تقدمت، هذا واش نقدر نقولوا. شكرا استاذ علي، ساعود اليك بعد قليل. يحضر معنا في هذا اللقاء على يميني البطل المسعدي النعاس دحمان حفظه الله ورعاه، الشيخ عساني رابح المدرب في نادي الوفاق، عصام البطل عصام عسالي، الشيخ علي غويني مدرب بالوفاق، الحكم الدولي دركوش الأخضر، الحكم الدولي كذلك شنقاش الشايب حفظه الله ورعاه، كذلك موسى دائما ننسى اسمك موسى ربي يحفظه ان شاء الله، رجل من رجال الخفاء الذين يقدمون لهذا النادي الكثير والكثير، سنتعرف عليه بعد قليل ان شاء الله. كذلك البطل موسى كريبع والملاكم خليل خليل و بن عبد الحفيظ عمر، وخلفي مباشرة السالي أيمن حفظكم الله ورعاكم جميعا. تعالوا نتعرف عن هذا البطل عن قرب. ممكن المشاهد يسأل من هو عصام عسالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تلميذ في العسالي عصام من مواليد 2005 من ثانوية مصطفى بن بولعيد، تحصلت على البطل الجزائر بفضل الله وبفضل المدربين غويني العيد والعسالي رابح، وكذلك بفضل أستاذنا وعلي نوي علي، وأقدم هذه النتيجة لأساتذة مصطفى بولعيد وتلاميذ مصطفى بولعيد، وخاصة قسمي أولى علوم واحد ومسعد كذلك، وقدوتي وهو محمد علي كراي إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. هل وأنت تشارك في هذه البطولة كنت في قرارة نفسك بأنك ستكون البطل؟ نعم، كان المدربين يقنعوني أني أفضل منهم والحمد لله. كم أجريت يسموها منازلة كم أجريت منازلة في البطولة المدرسية؟ أربعة الأولى الدور الثمن النهائي من ولاية المسيلة، لم يستطع المجيء انسحاب بسبب ازدياد الميزان، وبعدها الربع النهائي من ملاكم من ولاية مدية، وبعدها من نصف النهائي من ولاية ملاكم ولاية سطيف، والنهائي من ولاية ملاكم من ولاية بومرداس. إذا كل من نازلتهم كانوا من الشمال إلا سطيف من الشرق، ولم يكن هناك منازل من الولاية. لا هذا وطن. إيه. وطن. أنا ما كانش وطني، راه ما درناها وحدها. الولاية جهة وحدها. سأعود إليك بعد قليل. الآن معنا الشيخ العيد غويني مدرب وفاق مسعدي الملاكمة. الشيخ العيد، عندما نتكلم عن إنجاز كهذا، الكثير أنه لا يعطي أهمية لمثل هذه الرياضات الفردية، كيف تقيم مشاركتكم في البطولة المدرسية مع الملاكم عصام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما نشكرك سي بلال على هذا اللقاء. فيما يخص مجريات هذه البطولة، هذه البطولة الوطنية المدرسية المؤهلة إلى بطولة العالم بفرنسا. كانت المشاركة تاعنا بملاكمين
ملاكمين الاثنين، ملاكم عصام العسالية ممثلا عن ثانوية مصطفى من بودعيد، والملاكم قريدع موسى ممثلا عن متوسطة برشي شهيد برشي أحمد. ولأول مرة تقام هذا النوع من البطولة، البطولة المدرسية الوطنية، كانت على ثلاث مراحل: المرحلة الولائية المؤهلة، المرحلة الجهوية، والمرحلة الوطنية. اجتزنا المرحلة الولائية ثم المرحلة الجهوية اللي كانت للأسف أصيب فيها الملاكم قريبع موسى، اللي كان كذلك مؤهل أنه يتحصل على المرتبة الأولى بالنظر إلى النتائج تاعه في البطولات الأخرى، اللي هو نائب بطل الجزائر ثلاث مرات على التوالي. الملاكم عسالي وكانت مشاركة تاعنا في البطولة في المرحلة النهائية البطولة الوطنية بالملاكم الوحيد عسالي عصام، وكانت النتيجة تعتبر 10-10 نظرا مشاركة تاعنا بملاكم واحد وتحصل على المرتبة الأولى. وكما قال الملاكم كانت عبارة عن أربعة منازلات، فاز بكل جدارة، وإحنا من الأول تفاءلنا بالملاكم عسالي عصام لكونه أولا ابن بطل الشيخ عسالي رابح، وثانيا المؤهلات اللي كانت توحي أنه يروح بعيد في البطولة الوطنية. معنا كذلك الحكم الوطني، انا اعرفهم منذ كان من كان ملفاير صغير، الشيخ الاخضر الشيخ حليم دحمان، الطبيب حليم دحمان ربي يحفظكم ان شاء الله، الشيخ عمر شطيطها بالتوفيق ان شاء الله، سلم لي على رابح والحاضرين. الشيخ عمر شطيطها يبلغكم السلام. جنيدي السالك خليفه جنيدي، صديقي العزيز سعيلي بالتوفيق إن شاء الله، زكريا ربي يحفظكم إن شاء الله. الشيخ الأخضر عندما تقيم أو قيمنا هذه، أنت حضرت هذا الدورة، ممكن تقيمها لنا من جانبين، من جانب التقني تاعها ومن جانب، هناك جانب دائما الناس ما يشوفوش كاين اللي ياسر ما يعرفوش، هو جانب الانحياز أو كما نقولوا إحنا الجهوية، هل كان هناك جهوية في هذه الدورة وكيف كانت تقنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أهنئ سيد الشيخ بلال على هذا اللقاء. ثانيا أهنئ الشعب المسعدي على حلول شهر رمضان، صحة رمضانكم، ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. بالنسبة للمشاركة، بالنسبة للأمور التقنية، أنا نظن سيد العيد غويني وربع السالي هم لي الأمور التقنية. أمور تقنية أنا ما نعرفهاش مليح كما هما. ثانيا أنا عندي حكم وطني، نشوفوا الطريقة تاع التحكيم بالنسبة للشامبيون هذه ناسيونال تاع سكولير. بالنسبة للتحكيم أنا نظن الملاكم تاعنا السالي عصام تحكم في جميع المنازلات، ما خلاش فرصة لتحيز الحكم، هذا رأيي الشخصي، وجابنا الشامبيون بارك الله فيه، وإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله ربي يدير التحضيرات كما ينبغي ويروح للشامبيون دي مون تاع سكولار في مقامة في باريس. ممكن خمس حكايات بارك مدى. إضافة لما قاله سيد الأخضر، نقطة برك نضيفها للتحكيم، أنه التحكيم في الملاكمة من أصعب الرياضات في التحكيم هي الملاكمة، لأن الملاكمة ما فيهاش كما الرياضات الأخرى، قال أهداف والله، قال كرة سلة نقاط والله، فيها تقييم، والتقييم هذا تختلف الآراء فيه، تختلف الآراء فيه، وخاصة كل ما تروح الأدوار متقدمة يصعب التقييم تاع الحكم، يصعب. لهذا
يعتبر التحكيم في الملاكمه من اصعب الرياضات في الرياضات. ممكن الشيخ الاخضر ممكن في عجاله من هو دركوش الاخضر؟ دركوش الاخضر من مواليد 19 جانفي 1980 كنت ملاكم في جمعيه السلام تحت قياده السيد كان رئيس الجمعيه رياضي عبد القادر في هذاك الوقت، وكان المدرب تاعنا نشكروه ونحيوه في هذا اللقاء كشيده ابراهيم. وبعد بعد مدرب ابراهيم كشيده جانا الشيخ العيد اللي زاد طورت الامور شويه، طورت الملاكمه شغل النيفو تاعي زاد طلع، وشاركت في بطوله في عمان اللي شاركت فيها جبت المرتبه الثالثه. في اللحظه هذيك ديت من احسن الملاكمين في هذاك المكان. وبعدها جيت حبست الملاكمه في 2013 2014 2015 شجعني السيد رئيس النادي الوفاق المسعدي السيد علي النووي اللي حيوه اللي شجعني وعطاني فرصه، قال لي عطاني نصيحه قال لي روح للتحكيم، لان شاف فيها خير لي انا وللنادي. تبعت النصيحه نتاعو والحمد لله حاليا راني حكم وطني. شاركت في عده بطولات لان لا فيدراسيون لاجيريان تاع البوكس بعثوا لي استدعاءات. شاركت في جيجل في بجايه في قسطنطينه مؤخرا، والحمد لله كانت المشاركه تاعي جد وطيبه والحمد لله. بارك الله فيك مراد زياني، ربي يوفقكم ان شاء الله. بحويتي محمد، رمضان كريم، سلامي لكم جميعا، بلغهم سلامي يقول عليكم السلام. خالد الوليد ابو عدي من عين الملح، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله. العيد عطيه، سلم لي على الجميع ونقول لهم صحة فطوركم وربي يبارك فيكم. الله يسلمك. وعندي تدخل بسيط للسي علي، قول له ما دامك انتايا قول له ما دامك انتايا وامثالك جابدين وما تهدروش على الرياضه المسعديه والله ما تقوم لها قائمه. بالصح قلتها لك الف مره، انتم بسبب ابتعادكم انتم تحملوا المسؤوليه. يا عطيه واش نقول لك؟ والله واش نقول لك؟ شوف والله قرق قيضنا الحال على الرياضه المسعديه. نبداوها مثلا نبداوها كي يقول لك الجمعية الأم اللي هي لاريان فريق الأمل الرياضي، والله يقف فعلا كما يقول لك. أنا واحد من الناس نامن بالقاعدة اللي تقول كرة القدم هي القاطرة اللي تكر معاها رياضات أخرى. تعود عندك كرة القدم في الواجهة وعود عندك فريق في الواجهة، حتى في إعانات تجيك على المستوى المركزي تكون إعانة يعني عندها قيمة فعلا. والله تحصلوا على الواقع نتاع الرياضه المسعديه. انا شوف شحال من مره نقول بكري كانت مش عارف الامكانيات ما كانش، كانت الهياكل ما كانش، كانت الاطارات ما كانش. بصح دوكا الحمد لله الاطارات عندنا موجوده، الهياكل الدوله راها مسخره الهياكل موجوده، الماده الخام اللي هي الرياضيه موجوده، الجمعيات اصلا جمعيتها موجودين، ناس تقريبا تخرجت من الرياضه. اين المشكل؟ ما نش عارف. حنا نشاهدوا في الاطار الملاكمه نشاهدوا راه الموضوع نطيحوا نحاولوا. نتمنى كل واحد يعدوا مثلا في رياضه في كره الطائره في كره مش عارف في كره اليد في كره والناس راه الحمد لله راه كاين سعد راه ولاده في الرياضه. كاين كيما يقول لك الطاقات تاع اللي قادره كيما يقول ترفع من الاخرى. بالطبع كيما يقول لك ننتظروا مثلا دعم تاع الدوله، وخاصه حنا دوكا الحمد لله عندنا مجلس فيه مجموعه من الجماعه اللي كانوا فيهم الايام الاصل الجمعيات. مسعد انا نظن باللي من المجلس هذا كما نقول لك حنا ان شاء الله نراهنوا عليه لعل وعسى ياخذ كما نقول بيد هذا رؤساء الجمعيات وتكون ان شاء الله النهضه ان شاء الله وتكون ان شاء الله. انا متفائلين سي عطيه احنا وربي يوفقك راه رئيس جمعيه الاتحاد نادي الاتحاد فؤاد مفتاح بالتوفيق ان شاء الله. السائح قريب، بارك الله فيكم.
عبد القادر قرود السي علي والسي الاخضر ربي يحفظكم ان شاء الله. السايح غريب بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. محمدي عبد السلام الحمد لله الحمد لله اثبتنا جدارتنا واستحقاقنا بتمثيل جلفه كامله احسن تمثيل. سلامي للشيخ علي وكل عائله الوفاق. اخوكم محمودي عبد السلام. عبد السلام نحيوه ربي يحفظه رئيس نادي المشعل علم الساري. هذا النادي تقريبا فاتي وعبد السلام يعني وحده شغل تحدى انسان يعني بلا خدمه وكلش وتحدى والحمد لله يقدم في نتائج يعني طيبه. عنده مؤخرا ثلاث ميداليات والبارح كان عنده في النهائي يعني قله الامكانيات وقله الاخرى رفع التحدي وراه جاب. انا نتمنى كل توفيق وانا راه كما يقول لي دائما يقول لي واحد الكلمه يقول لي الاخ الذي لم تلد امه هو والله ربي عالم بلي خيي والعزو نشتي ربي يوفقه ان شاء الله ويوفق ومبروك ليه والناس واحبابنا وناسنا واهلنا في عين وسام ان شاء الله. الحاج محمد بالخيري سلامي للجميع ومبروك لنادي الوفاق مزيدا من التألق والنجاحات. مبكر ابو الانوار بالتوفيق ان شاء الله رمضان كريم. بشير بشير شهاره بالتوفيق شرفتمونا اخوكم بشير من زنينه. تحياتنا لبشير ورابح دروب وناس زنينه انا جايك بنصفي ان شاء الله. ان شاء الله. طبيب حليم دحمان ربي يحفظكم ان شاء الله. راكم شرف كبير لينا لازم تواصلوا. دعوني اتكلم الان اتوجه الى الشيخ رابح عساري صاحب الابتسامه العريضه. هذا الاسد الذي انجب شبلا استطاع ان يحقق ممكن هذه النتيجه ما نعرفوش حنا قيمتها. كان جينا في 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 مدينه كبيره او مدينه في الشمال كان استقبلوه بالاستقبال الابطال وكان داروا له حاجه كبيره. لكن لماذا دائما في جهتنا حنايا كاين الاقصاء والتهميش في مثل هذه الرياضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبداو نحكوا على نكملوا الاخ علي واش قال. احنا مني اسسنا النادي في 2008 وباشرنا في النشاط من 2009 ارتأينا وحبذنا ان تكون التكوين هو المهم. اهم حاجه هي التكوين في الرياضه. بدينا نكونوا في ملاكمين وكوننا اطار حكام وكوننا ملاكمين على الصعيد الوطني. وهذا ما جاتش من الصدفه والفراق من هذه النتائج اللي رانا الحمد لله رانا هذه ثمره الخدمه تاعنا متواصله منذ سنوات. وهذا النادي متخصص في الملاكمه ومن خيره ما انجبت مسعد. عندنا رئيس النادي ماستر في الرياضه واستاذ في الثانويه العيد قويني مستشار في الرياضه عسالي ربح مربي رئيس في الرياضه واهل الاختصاص في الاختصاص ملاكمه. ونرجع لك للسؤال تاعك الاستقبال. هذه 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 النتيجه فرحت لها اكثر من نتيجه النتائج اللي فات لانها منبع الخزان من المدرسه. هذه جات من المدرسه لانها تعتبر رياضه الملاكمه والرياضه القتاليه كانت الناس شوي هايبتها وما تعرفهاش. بصح كي تعود في المدرسه تدي تبقى رياضه محبوبه. عندما نتكلم عن الملاكمه خاصه الملاكمه مسعد معروفه بالملاكمه نتاعها حتى خرجت خارج حدود الوطن في يوم من الايام خرجوا حتى خارج حدود الوطن. لكن هل هناك عنايه ورعايه وتدعيم من المسؤولين في المنطقه؟ ما نقولوش احنا الرياضه هي جاتها فتره والحمد لله من اللي تخرجنا من المعاهد في من المعاهد الاطارات رانا ماسكين الامور تقول بخير. الملاكمه في مسعد من رانا بخير من نقولوها بالدرجه من وفات رانا بخير مادامها في ايادي امنه وان شاء الله نحقوا
نحقوا حتى ابطال اولمبيين باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اسماعيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صحة صيامكم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. عبد الرحمن جعاد، رمضان كريم بالتوفيق ان شاء الله. الاستاذ تميم نجيم وجيه، تعرفوه دائما يشارك معنا، ربي يحفظه ان شاء الله. مشجعين تاع الوفاق، مشجعين متابعين تاع الوفاق، ربي يحفظه ان شاء الله. شبيبه الثوره كره القدم كانت لها تاثير كبير في الرياضات الاخرى كما قلت الشيخ علي. وسيم عفوا، بالتوفيق ان شاء الله. محمد بن يحيى من خيرة شباب مسعد، ربي يحفظكم ويسعدكم ويوفقكم إن شاء الله. عبد القادر بوراس الإعلامي الجلفاوي، الله يبارك، ربي يحفظكم إن شاء الله. جمال الله يبارك، ورمضانكم مبارك، وتمنياتنا بالمزيد من النجاحات إن شاء الله. مختار ميلودي أحد إطارات الشباب الرياضة لولاية جلفة، تحياتي لك، رمضان مبارك، مبروك النتائج الطيبة. على يميني المختار ميلودي، ميلودي متبعنا وربي يحفظه ان شاء الله، مشجع فينا البارح في الفينال، مشجع فينا ربي يحفظه ان شاء الله. على يميني انا 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 من اكثر الملاكمين اللي نشتهي من مسعد هذا الملاكمه، هذا مانيش عارف من ربي سبحانه وتعالى، والله نشتهي، مانيش عارف كي نخرج روي بوكسي نحس انا اللي راني انا بوكسي صح. هذا كان بحال الاخرى النعاس، انا دائما نقول واحد الكلمه نقولها زمان، نقول الوحيد اللي يتحشم منه النعاس، صح منه والله. هذا العام من الكوره راه جبعه راه عندها معلم، هو راه معنا في المكتب، هذا قادر استيقاظ قلت له دينا دار الرياح الريبان نحاس وحيبان ما مهمتهاش، صح. هو من الحوايج اللي قعدت على سيره، وهذا العام بالنسبه لي انا والله غعيب خاسره، بعد صبر وبعد كنا نقول لك بعد معاناه كبيره ربي يفتح عليه ان شاء الله، وعطاوه سكن ربي يحفظه ان شاء الله، كثر خير وما كان سبب، كان حتى وجا متاخر السكن، جاء الحمد بصح قالوا خير من ليت، جاء ربي يبارك له ان شاء الله، والحكومه ان شاء الله ربي يفتح عليه بكاس خدمه ثانيه ان شاء الله يا رب، ان شاء الله راه معاه وراه معنا وربي يبارك فيه. تفضل بسم الله. تقريبا نعاس الحمان، انا كنت في السلام، دخل عندي منين صغير. انا بالنسبه لي من احسن ملاكم حتى في السلام ولا في الوفاق، في كل المجالات، صح، في جانب الانضباط، جانب التربيه، الله يبارك. معي انا ولا نهار الحضور الدائم، الاراده الكبيره، المستوى ثاني للتقني تاعو كان الله يبارك، وللاسف الظروف برك ما خدمتوش، لانه تلاقى في ظروف ماهيش، وكان تلاقى في هذا الظرف هذا اللي رانا فيه حنايا مجمولين كما هكذاك، والرئيس يخدم في خدمته، المدربين وكذا، يروح بعيد هكذاك، وراه داير نتائج، نائب بطل الجزائر وثلاث مرات برونزيه، يعني من احسن ما انجبت مسعد في المنتخب، ربي يحفظه ان شاء الله. النعاس ثاني، النعاس عدي ليه اثناء الملاكمه، اثناء الوحيد اللي نريحوا حق المدرب يعود على اعصابه اكثر من الملاكم، وحنايا مع النعاس نعودوا رايحين هاديين عادي، مهنينا معنا عاكمية بدا عارف اش راح يخدم، هذه اللي راني ان شاء الله. الاخلاق ما نحكي لكش، مسعد قاعد تحكي عليه على الاخلاق. لا نعرف حتى الدرجات الوحيدة اللي نقولوها، والله درجات مرات الملاكم ينزعوا لنا منه، وهو معناها هو الصباح لهذيك والصباح لهذيك اللي كنت في هذيك المرتبة، لدرجات نعرف عبد الباقي اسماعيل والله سقسي الملاكم متأثر به. احنا عاد التركي يقول لك مثلا سلطاني الله يرحمه، يقول لك محمد علي، يقول لك النعاس يا خويا، يقول لك النعاس لا تفضل بالنعاس، صح، كما شفت بلال، كما شفت بلال قال انا مانيش ملاكم بصح والله نشتيه، كي نخرج وطالع للرينك هذيك نعود عادي، نعود هذيك الشعور عادي، انا فوتبالور، انا فوتبالور ما عادش ما نعرفش التقنيه تاع الملاكمه، لكن كي نخرج بوكسي نعود انا نفسيا شنو. اذا تعالوا نتعرف عن قرب، ممكن الكثير هو النعاس معروف الحقيقه غني عن التعريف، لكن هناك من نريد ان نعرف بهذه
الشخصيه تاع الملاكمه الحقه، كي نقولوا الملاكمه معناه هو فعلا يمثل الملاكمه المسعديه ويمثل الوفاق وكل الملاكمه المسعديه. عليلو طيبي المشكل، عميد الرياضه المسعديه الشيخ ابراهيم، لو افتح لي شو الاناره، شو الاناره. اذا الشيخ النعاس، انا اقول دعني اقول لك الشيخ النعاس احتراما وحبا وتقديرا، عند كي تسمع هذه النتيجه انه عصام فاز بالبطولة المدرسية رغم مع الملاكمين الذين التقى معهم من الشرق ومن الغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رمضان كريم ان شاء الله. خلينا اللي نبداو بها ما خلتوش راني نهضر. ربي يحفظهم قاعدين ان شاء الله. امين يا رب العالمين. وانا راضي عليهم. امين. والحمد لله راهم الحاجة اللي كانت تخصنا واللي راهم خدموا عليها. ربي يعاون ان شاء الله. اما في حكاية النتيجة الشيخ نحس روحي انا اللي جبتها. صح. راهي هذه الثلاثة بيضاء ذهبية نحس روحي انا اللي جبتها. صح. نفرح بها. وهذه اللي قلت لنا اللي نشتي هنا. والحمد لله راك شوف رانا قاعدين مع بطل. ومازال ان شاء الله راه مازال كاين نتائج. وعدنا قال الشيخ علي وعد الشيخ شاف الدائرة قال له كاين نتائج دولية. هاي الحمد لله جات. وان شاء الله تكون فيها نتيجة. بارك الله فيكم ان شاء الله وان شاء الله مازال. بماذا تنصح هذا الملاكم؟ نصيحة من ناحية نصيحة تا ملاكم انا نقول هذا الشيء اللي جا هذا ما يضيعوش. الحمد لله ذاك هو كما نقولوا المستوى الوطني هو الحق ليه. ان شاء الله يبادر على الخدمة هذيا ومازال راه صغير ان شاء الله. ولا الانضباط، هذا الانضباط هو صح، الانضباط هو اللي يخليه يكمل ان شاء الله نشوفوا. وخاصة سيكون أول ملاكم مسعدي يخرج خارج الوطن لكي يلاكم من اجل الوطن، من اجل مسعد ولايه مسعد المنتدبه، وليس من اجل الوطن، من اجل مسعد ولايه مسعد، لانه يمثل هو ابن مسعد. سأعود اليك الشيخ النعاس. الشيخ تفضل. سمعت نفس السؤال ما قطع اللي طيب طيب. هاني رايح علي عليلو بالمناسبه فقرتني باش نقدم مبارك تهاني لعميد المدربين سي ابراهيم كشيد نحيوه، راه مازال كيف موجود في الميدان وفي الفريق تاع الحمايه المدنيه، نهنوه لانه ثاني عنده هو نتيجه وطنيه ربي يوفقه ان شاء الله، وعنده يعني ملاكم من احسن الملاكمين يعني اللي كانوا حتى ابطال ابطال وطنيين في السيفيل في السبور سيفيل في الرياضه المدنيه. نحيوه ونهنوه ونهنوه حتى الملاكم تاع الفريق تاع الشرطه تاع المتوسطه راه يقرا فيها العمراوي ثاني زيادة على الملاكم تاع والسارة تاع المشعل ربي يوفقهم ان شاء الله. دائما شنو السؤال اللي طرحه؟ قال لكم ويجب ان تكرموا الشيخ ابراهيم كشيده وخدموا البلاد والعباد وربي يوفق ان شاء الله. اتمنى اتمنى ليزونسي منهم اول عليه يجلس في القاعه الثنين كاع لي زونسي كاع يحضر ورونا جونا ويخدموا معنا ورونا خاص اللي يقول لي يقول لك ما اللي يخدم كاع يقرا ممكن طيب طيب الشاط كما يقول لك حنا كاين التكريم تاع تكرموا ابراهيم وتكرموا شوف انا نظن تلامذته راهم دوكا الحمد لله شادين مش عاونا شحال دار اكرم اكبر تكريم للشيخ ابراهيم يعني وابراهيم و والناس اللي كانوا يقترب من عند عبد القادر العياضي وبكر واللي كانوا في السلام ما نساوش قائم على كل حال. اما حكايه التكريم نظن حتى كانت لنا فرصه وقيل ابراهيم قصد انه تكريم في 2000 وسي علي في 2000 دوره تاع جنان الله يرحمه كانت اول تكريم وكرمني وقتها حتى ليزونسي وقتها ما كانش وقتها يعني ما عارف كانت عنده فكره ولا ما عندوش. وان شاء الله راه كما يقول لك راه الايام كبيره ان شاء الله وتحضرنا ونحضروا قال خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. لدي انا لدي الارشيف تاع التكريم هذا تاع كنت حاضر عندي الارشيف سنعود اليه في رمضان ان شاء الله. هناك من يقرئك السلام الشيخ رابح قال لك محمد عبد السلام الشيخ رابح العسالي عشرة العمر في تنقلات ناسيونال راه يسلم عليك الاخضر بيدان نتاع المشريه
ويهنيك على التتويج. الله يسلمه إنسان كرمنا الله يكرمه إن شاء الله. من وليدات الولاية اللي لقيناهم ثم في النعامة وكثر خير وصحة صيانهم آمين إن شاء الله. إسماعيل إسماعيل قال لك برنامج نتاع الملاكمة ما زال كما هو ولا تبدل؟ هذا السؤال تبنيين. إسماعيل إسماعيل قال لك برنامج نتاع الملاكمة ما زال كما هو ولا تبدل؟ ما زال كما هو ما تبدلش ما تبدلش. أعود إليك عصام، كي نجحت وش كان شعورك وأنت تصبح بطلا وستذهب إلى فرنسا؟ ونعرف إحنا فرنسا باللي لا نكن لها لا نكن لها أي حب، فكيف ستكون في فرنسا إن شاء الله؟ عندما فزت ببطل الجزائر كان شعور مذهل ورائع، وهذا بفضل المدربين وأستاذ علي النووي الذي حقق لنا جانب المادي والمعنوي والتحفيز كذلك. كيف تكون كيف ستكون في فرنسا؟ سأكون في فرنسا مثل بلد وطني الجزائر ومسعد إن شاء الله، وحلمي أن أكون بطل في أولمبيات مثل حسين سلطاني الله يرحمه والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله القادم أفضل. تفضل. نزل هذه كيت فرنسا هي باش تعود الأمور باش نحطوا الناس في الصورة. هي راه كان بعد رمضان إن شاء الله كان تربص تحضير في نظام 15 يوم حساب المعطيات المستغاثة من نسبة الاتحادية اللي جاوا. كان تربص تحضير مدة 15 يوم يكون في انتقاء، خاطرش حنا تعرفوا بالنسبة لهذه البطولات المدرسية البطولات المغلقة هذه فيها نظام الكوطة. ما عطاوهم ستة للذكور وقيل زوج البنات، وحنا عندنا 10 أوزان يعني راح يتخيروا ستة من هذول 10. إحنا إن شاء الله يا رب العالمين إذا كانت إحنا إن شاء الله دايرينها على ربي إن شاء الله. وإن شاء الله ثانية لكن يقول لك عصام إذا ما نشكوش باللي إن شاء الله ما يخيبناش، تبقى دركا على المدربين إذا كانوا شايفين فيه معنى شايفين فيه خير إن شاء الله، وراها فرصة إن شاء الله. إذا كان إحنا كما يقول لك كان راح وشارك راها تبقى لنا في تاريخنا، كان ما راحش إحنا الحق الأخرى بقات عليهم ان شاء الله. ان شاء الله تكون المشاركه وان شاء الله يدوه بيعود اول مسعدي وسيكتبه التاريخ في صفحات مسعد المقبله على ولايه منتدبه ان شاء الله. الشيخ العيد سؤال بسيط وفي احراج، هل هناك كواليس في الملاكمه كما في الرياضات الاخرى؟ الملاكمه جزء يعتمد على المستوى تاع الملاكم وخدمه المدربين هنك تاع المدربين، والجزء الاخر كذلك يعني احنا عمرنا دخلنا في الكواليس هذه، ولكن في الجانب الاخر ديما كاين الكواليس. دليل انه عندنا تقريبا 12 فينال 12 نائب بطل الجزائر دائما في النهائي ما نتعرضوا للظلم كما قلت لك قبل التحكيم، لانك ما تقدرش من اصعب الرياضات في التحكيم هي الملاكمه. في النهائي ديما يصير لنا هذا العامل هذا تاع اسماعيل عبد الباقي، المفروض انه بطل الجزائر مرتين، اربع مرات يتاهل للنهائي، مرتين بطل الجزائر، مرتين بشهادة الجميع ينحوها له. قريبة عموسة العام الأول في بجاية من المفروض أنه بطل الجزائر كذلك تعرض للظلم التحكيمي. يعني التحكيم هذا دائما احنا رانا عندنا خصمين، خصم الملاكم وخصم الحاكم. الحاكم. طيب سلامان، ألف مبروك لعصام ولنادي الوفاق لهذا التتويج، وتحية شكر وعفاء للمدربين القادرين الشيخ رابح
والشيخ العيد ورئيس النادي الشيخ علي، وتحية لكل ملاكمي الوفاق القدماء والجدد، وبالتوفيق في قادم المنافسات إن شاء الله. بنجد وبقوقة، السلام عليكم، تحية عاطلة لأخي علي، رمضان كريم إن شاء الله. محمد عبد السلام النعاز بطل من أبطال الوفاق، ربي يبارك فيه. ولا ننسى الحكم الوطني الدركوش الأخضر والشيخ العيد إسماعيل. برنامج الملاكمة نورمال مود تبدل في رمضان. محمد عبد السلام في التدريبات هو يقصد في التحضيرات التحضيرات اسبوع المنافسه قالت كما هي والوطره هي اوتوماتيك مو يتبدل في رمضان اي نشاط يتبدل في رمضان اي نشاط قاعد مش محمد عبد السلام الجلسه طيبه والسهره مع الناس طيبه حفظك الله ورعاك. منصور محمد لمين صحاف طوركم. جمال النعاس مثال البطل والإرادة القوية والقدرة الرائعة في الجانب البدني، ربي يحفظه إن شاء الله. عبد الله عبد مساء الخير، مساء الخير للبيع ومعها كيلو سكر وكيلو قهوة. جاء جلفاوي الهاتف وعطاه الهاتف، أعطاكم الهاتف بتكلموه. أنس مباركي دحمان مباركي يقراكم السلام. جلسة رمضانية طيبة، أشكر الحضور على تشريفهم لمدينة مسعد، وأخص بالذكر سعلي النووي وأقول له تألق آخر يضاف لك خلال أسبوع فقط من إنجازك الآخر، وهو تكريمك للطلبة الجامعيين فترة 1992 بوركت. محمد زرقي محمد الزين مبروك لمسعد ولابنها ولابني حينا، نعم الشبل ونعم الجار ونعم الرياضي الخلوق. عندك صفحة تاع فيسبوك تقول عندك صفحة؟ ايه عندي. كيفاش بعد فوزك بالبطوله الوطنيه بطوله وطنيه عن المدرسيه، كيفاش بعثوا لك اصحابك؟ كيف تواصل معك الاصدقاء في التواصل الاجتماعي؟ كان تواصل مع الاصدقاء من الفرحه التي فرحتها من البطل الجزائر، وكان دعم اصدقاء في الوقت المناسب. ونشكر أصدقاء الذين قاموا بتشجيع وتهنئة النتيجة. شكرا الشيخ علي. ممكن هل تعطينا باختصار ما هي ماذا حقق الوفاق منذ تأسيسه؟ تقريبا السؤال عطيتك بويل تقريبا جاوبت عليه بويل. انا ندعو عليها بالارقام ممكن الارقام والاسماء باه الناس تعرف ماذا حقق الوفاق بالاسماء. تحدي احنا ملي بدينا رفعنا التحدي يكون عندنا حتى تشريف مدينة مسعد ولايتنا ولاية الجلفة تشريف حتى دول. بصح قالوا مش عارف قالوا شاهي راك صاوب شاهين فعلا بصلاه قال امكانيات ما كانش للاسف. دائما نصطدموا بواقع حاجه اسمها السبور دروالي هو كره القدم للاسف، هذه برشا حقيقه ما نقدرش نتقاضوا هذا واقع ما واقع معروف. كره القدم للاسف اخذت نصيب الاسد ورياضه فرديه اللي تجي في نتائج، وعندنا الحمد لله موجود حزب فولاذ الجلفه عندنا عده نتائج حتى عندنا اخرها نتائج دوليه تاع عرقيب يعني عندنا نتائج. بصح للاسف الدعم للاسف تقريبا لا حدث. اما بالنسبه كما يقول خزينه النادي نظن المدربين هما عياذ بالله السيره بيعطوك الاخر. انا اللي عارفها عندنا في مدينه مسعد عندنا نفتخر ان عندنا ابطال من ذهب يضافوا للابطال اللي كانوا قبلهم يعني من لا شيء من امكانيات كما يقول لك محدوده. وزيد كون جينا نتكلم عن خاص كثير يطرحوا السؤال وكيف الرياضه المدرسيه وعندها علاقه بالنادي جابوا عليه بكل بساطه. عسى العصام وكون جا او حتى قريبه موسى قابلني
راهم شاركوا في الرياضة البطولة المدرسية راهم شاركوا في البطولة المدرسية وأخذوا معاهم الباجاج تاع النادي. خدمة النادي هي اللي داتهم باش النادي يعني هذه حقيقة ما لازمش نتقاضوا عليها أنه في البطولة هذه تاع التالية تاع البطولة المدرسية اللي كانوا حاضرين وكانوا واقفين هم المدربين مدربين تاع القاعات باش نعودوا متفاهمين بتوجيه من الأساتذة تاع الطلبة المدني لأنه تقريبا الرياضات القتالية الآن ماهيش ما عندهاش كيف نقولها لك ماهيش مكونة كما كرة القدم ماهيش مكونة في المتوسطات في الثانويات معناها التلميذ هذا يجي من النادي نتاعو والمتوسطة ولا الثانوية توجهوا فقط وهذا اللي وقع معنا احنا في البطل عصام البطل وكتجربة أولى نتمناو مستقبلا إن شاء الله في الرياضة القتالية وخاصة الملاكمة نتمنى يعود التكوين حتى هو صعيبة شوية لأن يعني يلق لها مجهود ويلق لها إمكانيات ويلق لها خاصة حتى الأساتذة التربية المدنية ما عندهمش تكوين في الملاكمة نتمنى مستقبلا إن شاء الله تكون يعني نحطوا هذا ندرسوا هذه النقطة اللي باش نحطوا أساتذة التربية المدنية في هذا الميدان في الصورة تاع الرياضة المدرسية تاع الخاصة بالملاكمة. الشيخ رابح ماذا يحتاج الملاكم؟ الملاكم يحتاج كلش انا عارف علاش تقول انا كنت ساقسين دوك قولي تقولي ماذا يحتاج لاعب كره قدم نوريك شو احتاج رياضه الملاكمه الرياضات الحساسه جدا كاين عوامل باش تفوز وعوامل باش تخسر ادناها كنت اليوم الليله ماكش راقد مليح ما تربحش تقلق ما تربحش حوايج اما من ناحيه التحضير لازم التحضير على مستوى اللي يدور على النتائج عاليه واستمراريه في النتائج لازم دائما التحضير الجيد وتحضير المستوى العالي المستوى العالي هو اللي دائما من البرونزيه والفوق برونزيه فضيه ذهبيه هذا هم دائما تلقى المستوى العالي هنا اللي يفوتك بجزء برك جزئيات في ممكن احنا كدينا خبره من النادي ودينا خبره من الاسماء اننا الملاكم في النهائي يخسر بجزئيات هذيك الجزئيات ما عندناش حنايا التحضيرات كيما نقولوا التحضيرات احنا وباش رانا 70 كيلومتر على جلفة وباش تروح تحضر اقرب نادي تيارت ولا مسيله باش تروح تحضر وش يكلف لك المسافه هذه تكلف ناهيك على داخل القاعة تجهيزات البيداغوجية وتجهيزات منعدمة أدناها دوش مليح تعود مكانش ماكلة زينة مكانش طفل يحضر على الناسيونال ويروح لدارهم يلقى العدس ولا يلقى اللوبيا حاجة باينة دعني السؤال نفس السؤال لكن تفضل إضافة اللي قال كما قال سي رابح بالنسبه لنظام المنافسه نتاع الملاكمه هو نظام اقصائيات كل البطوله كل 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 كاس النظام هذا يعني تخسر منافسه تخسر المنافسه ما عندكش حظ واحد اخر حتى المنافسه الجايه ولهذا الملاكم لازم يكون محضر روحه من كل الجوانب لانك كنت تخسر خلاص راح لك ما كانش قال تعويض مرحله اخرى بطوله اخرى ولا قال واحد يعوضك ومن بعد وترجع لا تتخسر في منافسه واحده خلاص هذا النظام بالنسبه ولهذا لازمك احنا في المنافسه رانا نخدموا على جهتين نخدموا على جهه المنافسه وجهه الوزن الثاني راه كما كان الملاكم عصام كان عنده مشكل في الوزن كان ينقص في الميزان مش حاكم الميزان تاعو معناتها كيما نقص الميزان تاعو هو يفشل باهر لهذا لازمك وسائل استرجاع مثلا كيما نقولوا كاين نوادي منهم من عندهم الصونا استرجع بها كاين المختصين في المساج نوعيه الاكل وخاصه كل ما يزيد المستوى الرياضي لانه عصام دركا نعتبروه رياضي نخبه بما انه مستدعي الفريق الوطني راه رياضي نخبه ورياضي نخبه
الامكانيات تاعو غير الامكانيات تاع الملاكم العادي. امكانيات رياضيه النخبه لازم له وسائل الاسترجاع، لازم له منافسات على مستوى عالي، والمنافسات كما قال سي رابح على المستوى العالي حنايا حنا رانا في مسعد هنايا تقريبا باش تروح لاقرب بلاصه هي تيارت، والله قال اللي عندهم مستوى عالي والله قال بجايه والله بومرداس والله هذون يسقامون لك دراهم باش تروح باش تروح تهضر معاهم. احنا هذا الامكانيات ما عندناش، احنا تقريبا تحضير في القاعه فقط. يعني كانت هذه الامكانيات ماهوش هذا ماهوش هذه النتائج، تعود نتائج اكثر من مش من ذلك واحد كل اكثر. جمال تحيه طيبه لكل مسؤولي ومدربي في وفاق مسعد للملاكمه، وننتظر المزيد من المشاركات والنجاحات ان شاء الله. عبدو كيمو الف مبروك بالتوفيق، مزيدا من النجاحات ان شاء الله في المحافل الدوليه. احمد عزوزي تقبل الله صيامكم. مصطفى مريقل من سلمان ربي يحفظكم ان شاء الله. هناك ملاكم اخر معنا يحضر معنا في هذه الجلسه، تعالوا نتعرف عنه بعدما تعرفنا على عصام. ممكن نتعرف عليه كريبع موسى. كريبع موسى مصاب الى يده، لا يضرب ملاكم قلا ضرب الحياه ولا شنو. اذا من هو كريبع موسى؟ السلام عليكم، انا كملاكم كريبع موسى، مواليد 2004، الكلاسي 3 مرات التوالي بطل الجزائر، نائب بطل الجزائر. ايه وشني وبعد واش كاين؟ الشامبيون ديال شعبتي هو في هذه في المشاركة هذه البطولة الوطنية تاع المدارس، صبت الصبعي تراكتور. صبعي تراكتور تراكتور صار كوسك بطل جهوي موسى، بطل جهوي بطل هم راه ما حد حد خلوه يتحدث ما يتحدث قال عالم به. صبت الصبعي على يدي والحمد لله ان شاء الله مش شاء الله ستواصل مشوارك في الملاكمه ان شاء الله. واش تقول العصام في هذه المناسبه؟ قول له ببركة عليك تستاهل كل خير وان شاء الله تروح بيت ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. محمد الشيخ بلال صحاف طورك يسلم الله يسلمك وشكرا. اما الفتى فلك كل الشكر والتقدير ومزيدا. الفتى يقصد فيه عصام غيدا هاي الفتى. الشكر والتقدير ومزيد من التألق والنجاح ان شاء الله. ولا ننسى المدربين الذين يعود لهم الفضل في نجاح ابناء مسعد وتشريه فيهم لها. أبو رزق أحمد ربي يبارك في أبطال مسعد ويوفقهم لكل خير. الشيخ علي أعود إليك، ممكن أسئلتي أظن أنها واضحة ولكن الإجابات شوية لماذا دائما في جهتنا حنايا وفي منطقتنا حنايا عدم الاهتمام والتدعيم للرياضات الفردية؟ من بكري انا شايفين انا رياضيين نعرفوا علاه هذا الاسبوع. هل هو مشكل ثقافه مسؤول ام غير ذلك؟ انا روح ابعد من هذا الامر اشوف مازال طرحت السؤال وراح نتعمقوا في مشاكل الرياض. احنا المشكل المنظومه الرياضيه في مسعد للاسف ما تحكي يعني واش ما نعممش بصح الكثيره حتى في بعض النوادي للاسف حتى الاولياء ماهمش قاعدين دور. تلقى مرات تلقى ملاكم والله تلقى رياضي في يد رياضه حتى هو بوي والله ما عارف ورا وباغي ينجح في ملاكم لاك عارف لازم يشجعوا اللي كنا يقول لك الوالد وشجعوا المدرب وشجعوا الاستاذ وشجعوا المدرسه وروح معاه خاصه البيئه راه تلعب دور هنا في تروح اللي كنا يقول لك تروح للمسؤول اللي راه قائم على الرياضه للاسف في بعض نحكي على ممارسات سابقه انا كنت قاعد نتامل كثير في هذا المجلس ان شاء الله على المستوى المحلي في الممارسات السابقه للاسف كاين كما يقول لك كاين تقريبا شو نقول لك تقييم للنتائج
اخر شيء في الخاص اللي على حتى هي على ثلاث اذكار، ولكن كانت اخر حاجه تقاس هي النتائج للاسف. وكوز نقول لك انا ما احنا للاسف ما قلت لك رفعنا تحدي من مره ما استنيناش فين يقول لك الاعانه والله ما الله ترى عندي بلاصو بالمجهول. انا اخر دوره تاع جبنا منها تاع البطوله تاع بزرقين والله قبصاريد بهذا المناسبه نحيي شتوح وشعاله كان جبد بشارته وحب جايبه ما يسرو ان شاء الله ما يسرو بشعاله والله فعلا هذه مشكله تاع الرياض للاسف. احنا نتمنى دوك انا والله متفائلين في هذا المجلس ان شاء الله لعل وعسى وتاكد وين تكون كاينه الامكانيات كما يقول لك كما يقول لك نزيد نرفع التحدي اكثر ان شاء الله. هذا واش نقدر نجاوب يا اخي ما عرفتكش شيء. حفظك الله ورعاك. اعود الى الشيخ النعاس. ممكن الشيخ النعاس نعرفه يوميات الشيخ النعاس وشنو واش راك دير في اليوميات تاعك برنامجك اليومي وشنو؟ برنامج يومي تاعي راني انسان بطال ما يقول لك يصبح ما درتش على ملف البطالة هذا درتها ولا انا من نحوني انا علاه ما عجبش انا علاه كنت مسوري مغلط ايه وهذه ان شاء الله احنا نوجه نداءنا للمسؤولين على مستوى الوطن. راه كاين شباب سورة نهار وفسد له عمره كاع على جال النهار وهذا خطا تاع مقاول ولا خطا شخص من لا نذكر الاشخاص. لكن ندائنا انه يعاودوا النظر في مشكل هؤلاء الشباب وخاصه الشباب الذين قدموا في كثير من القطاعات. شيخ النعاس ممكن ابتسامتك دائما على محياك انت دائما تبتسم. هل انت النعاس كي تشوفوا ما حدث لك في ظروف في الملاكمه خارج الملاكمه متشائم ام متفائل؟ متشائم الحمد لله. انا كي نشوف كي نشوف الشيوخ تاعي يقول لي شكون شكروك وتلقى راضي عليك هذه النتيجه تاعي انت متفائل. انا هي متفائل مشعل وجه ربي سبحانه والحمد لله. راني متحشم لقد ظروف ماديه راه مدير معروف ديت السكنه بفضلهم بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله بفضل الله شكون حضروا وخدموا والله قال تكريم من الشاف داير قال له انت كنت تعطيه له صح والحمد لله راني بساكن تاعي الحمد لله وزيد زياده واحد اخر مخلصوني بمساح من النادي ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يحفظهم ان شاء الله راني راضي عليهم الدنيا واخره. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انت تشكر انت شكر لله سبحانه وتعالى ثم شكر هؤلاء الرجال الذين وقفوا معك لانك اولا ابن النادي وثانيا لانك كنت تشرفهم عندما تصعد الى الحلبة كنت في المستوى. ممكن صراحه سؤال صريح جدا ما هي امنيه النعاس؟ امنيه اي بالنسبه للنادي وبالنسبه لا ك ك كنعاس امنيه ان شاء الله تمشينا الامور ان شاء الله يا رب وان شاء الله ديما نسمعوا النتائج كما هذه نزيد نلقاو بالتقييم بفضلك الشيخ ان شاء الله. ربي يعاونك ربي يعاونك على التغطيه تاعك. امين ربي يعاونك ان شاء الله. الحمد لله وسعت في النادي بالنسبه للتغطيه تاعك وان شاء الله عصام يزيد ان شاء الله يفرحنا ان شاء الله اذا اختاروه ان شاء الله كما قال الشيخ علي ومازال ان شاء الله كان الحمد لله راه مازال الخير قدام مازال الخير ان شاء الله. احمد عزوزي السيد النووي حفظه الله لا تخف أنت مع جيل سوف يرفع راية الملاكمة في المحافل في المحافل الدولية وهذا لنيتك الصادقة في العمل مع الإطارين معنا يقصد فيهم الشيخ رابع والشيخ العيد. أمي تاج راسي ربي يفرج عليك يا شيخ. صرات أجل عام الله يفرج عليهم ان شاء الله. امين امين ربي يوفقهم ان شاء الله. لديك اضافه شيخ تفضل. نحيي الحاج احمد عزيزي على كل حال ربي يحفظه ان شاء الله والحاج عزيزي عنده كما يقول لك كما يقول لك ربي يبارك فيه اكرم كان من السباقين لتكريم الملاكم حتى قبل ما يروح هو المسعد كان يستناه في الجلفه وكرم. ربي يبارك في الحاج وربي يجزيه كل خير. ولا دائما نقولوا احنا الرابطه تاع الملاكمه تحتاجك يعني انسان خدام وربي يبارك فيه ويحفظ الحاج احمد. برك نقطه برك للنعاس الشيخ النعاس للنعاس
انا متاكد اللي نقول كلمه واللي دات سقسيها كامل مسمع لي حاضر حتى من تو عناد اللي غايبين يقول لك نفس الحديث. واحد النهار عيطنا بالعموري ربي بالعموري عبد الكريم دا كرمنا قلت وانا الكلمه وكان نسمعها حاضر قال بها كرمت وكرمنا الناس الناس احنا درك اذا كان لمن يهمه هو الامر هذا قدم نداء لمن يهمه الامر وقادر يعاون والله قادر دا يشاهي من يعرف وذكر في قاسم اللي كان في مصر تاع مسؤوليه ولو كما يقول لك بمصر مؤقت فكات يعاون الناس بدا يعاون الناس بدا يعطي الناس ودي يعطوها الناس صح احنا هذا راك تاكد قلت بدات تسقسي اي ملك حتى في يوم من الايام زرقان الطيب سقساه شاف دايره بها قالوا اعطيني النعاس معناها دير موبيل الملك من عارفين النعاس قدم هذه اللي نقولوها انا قدم نداء لمن يهمه الامر اللي راه في مصر تاع مسؤول بدا يعاون خاطر هذا الانسان راه قدم لمدينه مسعد وقدم لمدينه الجلفاء وكان في الفريق الوطني نائب بطل الجزائر ومرتبة الثالثة في السنة وكان مش محظوظ ذاك الوقت ما كانش إمكانيات يقدم وللأسف ما ادح تحي صح آخر مرة ربي يفتح عليه بحكاية الله مو وهذه راهي نعسرها بلا مزية هذه راهي نعسرها الناس كاع صح احنا نتمنى ان شاء الله في القريبة ان شاء الله ربي يفتح عليه بكاش منصب وهذاك وقتها نفرحوا نقولوا هذيك بالنسبة لك احنا هذيك بطولة العالم تاعنا هذا واش نقدر نقول بيحفظك ان شاء الله أيمن الغول تحية للشيخ النووي مبارك تستاهل كل خير هذا على الشيخ النعاس سدون بوز مش عارف صحة فطورك صحة رمضانكم تحية طيبة أستاذنا الكريم وتحية للأخ العزيز علي النووي وللجميع والبطل عسالي عصام موفق بإذن الله تعالى تحية كبيرة للعائلة الملاكمة وربي يحفظهم وربي يجزيهم ويكثر خيرهم أعود إليك عصام بطبيعة الحال الوالد كان معك في البطولة والأم كانت في البيت كيف استقبلت الأم أمك كيف استقبلت فوزك بالبطولة هل أمك راح تشجع فيك ولا تقول لك عفوا الملاكمة يكسرك نيفك كسرك عينك مش عارف كانت شجاعة من الأب والأم من الأم الأم كانت حتى كانت تصلي وتدعي لي كي لي أربح وأصبح بطل جزائر وأصبح أكثر من بطل جزائر وكان ثاني الوالد في القاعة كان يقول لي هاك اخدم وصح خطا تاعك وهذا طلع لاكارد ودير شكرا لك عصام الشيخ النووي تواتي عمر صحة فطوركم ربي يتقبل الصيام ان شاء الله وكل الحضور ممكن كلمة أخيرة الشيخ العيد نشكرك حاج بلال على هذا اللي راك الحمد لله لميتنا اليوم أما كاين اللي ما شفناهش عندنا مدة راك اليوم قاع لميتنا قاع مع بعضاتنا كنا نشوفوا فيهم بالزوج بالثلاثة بال راك اليوم لميتنا الحمد لله وكما نعرفوا ديما مشجع للنادي الوفاق ربي يحفظك إن شاء الله آمين ورمضان مبارك للجميع وان شاء الله نضربكم موعد اخر في نهاية في البطوله العالميه ان شاء الله تتويج اخر ان شاء الله قريب عموس نشكرك الشيخ على الاستضافه الشيخ شكرا كنت نسقسيك سؤال بسيط جدا كان جاء عصام في مثلا في العاصي في الجزائر العاصي مو الشيخ انا كنت في العاصمه دالمون صح لا كيمو قال لك كاش زيت هذا ملاكم وليس صاحب دكان ليبيع الزيت في السبيلات الشيخ الاخضر كلمه اخيره بسم الله الرحمن الرحيم كلمه اخيره اولا نشكر الشيخ بلال على هذا اللقاء وما ننساوش الشيخ بوجطو محمد اللي راهي قدم في على النادي ونشكر ثاني المدرب ثاني كشيد ابراهيم راه ثاني قدم ثاني القطاع تاع الميدانيه عدوا زوج ميداليات ذهبيه
وما ننساش ثاني اللي البارح دار التكريم السيد بلطرش عبد القادر، نشكروه على هذا المنبر هذا، ونقول له ربي يحفظك ويجازيك ان شاء الله، وان شاء الله الوفاق مازالت تمد الملاكمين ومازالت تمد في الميداليات، والحمد لله رانا في كل مره رانا في التتويجات، وان شاء الله مازال كان الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. الشيخ النعاس كلمه اخيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والحمد لله هني على التتويج هذا، وان شاء الله ديما نفرح وديما قلت لك ديما نسمع الاسماء ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي يخير عصام باش نروح البطوله تاع ان شاء الله. ان شاء الله يروح لفرنسا. والحمد لله على كل حال، شكرا جزيلا لك الشيخ يعاونك ان شاء الله، والناس مزال كاملين اللي دعموا البطوله للنادي والطاقم الفني تاع الفاقش. شكرا الشيخ رابح. الكلمة الأخيرة هي الله يحفظك إن شاء الله يا الشيخ بلال، أنت راك جابر الخواطر، وربي إن شاء الله اللي راه جابر الخواطر وجامل الشمل، إن شاء الله ربي يعيش سعيد إن شاء الله يا رب. وحبيت أن نوصل ثاني للشيخ عبد الأطرش عبد القادر، والله قاعد أحرجنا دائما بالكرم تاعو، ربي يحفظه، ودائما النادي وين اسمه يستنجد به يلقاه العرصه المتينه تاع البلاد، الله يحفظه ان شاء الله. ان شاء الله. ونداء مش نداء، كلمه للشيخ ابراهيم كشيداء، انت ربيت عطال وراك راها في ايدي امنه الملاكمه، ما تخافش عليها في مسعد، راك هذه راها ثمره تاع خدمتك، رانا نخدموا ثاني خلوا وليدات اخرين ان شاء الله. ان شاء الله بربي. ونداء ثاني المسؤول الاول في مسعد مختار بن ناجي، الله يحفظه، ثاني راه ملاكم، كان ملاكم وراه حاس بالملاكم، كي يطلع للرينك راه حاس بها، يعرفها قيمتها، ويعرف قيمه الملاكمه، ويعرف قيمه الحقره تاع الملاكمه، ومن الرياضات الصعيبه وراه عارفها معناها ان شاء الله في هذا النادي، ويستثمر في الناس اللي ناجحه، هو راه ناجح في خدمته في الميدان تاعو، وان شاء الله يستثمر في النوادي الناجحه، هذه اللي تمنيت نقولها له، ان شاء الله يا رب. ربي يحفظكم كاع كامل. لمن عصام، لمن تهدي هذا الفوز؟ اهدي هذا الفوز لمدرسه مصطفى بو العين والنادي وفاق مسعد، وكذلك ولاية مسعد وولاية جلفاء هاني والمدربين والمدير المؤسسة، وكذلك أستاذ علي النووي وشيخ علي شيخ دركوش الأخضر، كذلك ربي يحفظه إن شاء الله. وشيخ شايب ربي يحفظه ان شاء الله ثاني، والقادم افضل. ونشكر ثاني الشيخ الله منه نحبس، نشكر ثاني الشيخ بلال ربي يحفظه ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله. شكرا حفظك الله ورعاك يا جماعه المدرسيه. إذا يقول الشيخ علي، يقول لك العيد عطية على علي النووي إلى الأمام، أملي فيك كبير، راني مستعد، ولازم نجتمع في أقرب وقت مع رئيس اللجنة الرياضية البلدية الشيخ حمام عمر، ونشكلوا انتخابات على مجلس البلدي للرياضة، ونحضروا فاعلين في الرياضة المسعدية، ونستدعو الشيخ زرقط عمر، زرقط عمر وبربورة بالخير، ونحاولوا نحلوا المشاكل العالقة إذا كانت هناك مشاكل. تفضل الشيخ علي. هي دائما النجاح يكون نجاح جماعي، يكون نقول لك واحد المثل بالدازي والكفاز بالرجال، وما تعودش معاك الرجال ما تنجحش. حنا نادي الوفاق راه بمجموعة أرمادة من الرجال، أبداها من السايب اللي لا يهضر، أقعد جاه السايب شنقاش عم طلعش بذنيناتو عشق بلال غبير سمقى الشايب وابداها وروح جول حتى الغايب وجطو عثمان مسعودي عبد القادر مورق لا جمعت المكتب عسالي شتوك وشعالة
وخال كلمة قالها لي ربح صار يقول ده هذه لي هي سمعت لأنه الحديث هو الرياضة المدرسية. قال لي نقدم شكر كبير لوافد الجدير على الرياضة المدرسية مندوب الدائرة حليس مصطفى ومن خلاله جميع أساتذة التربية البدنية على آخر يعطيهم الصحة في آخر الأيام هذه تولى قاموا بنهضة تاع الرياضة المدرسية وداروا لنا ذاك السباق البلدي يعطيهم الصحة زايد النشاطات الأخرى اللي ديروها كرة اليد كرة القدم يعطيهم الصحة. ومن خلالهم ثاني نحيي صديقي وزميلي الدكتور عبد الرحمن زرعوب له ثاني قائم الدور يعطيه الصحة وجميع أساتذة التربية البدنية. انا برك نقول كلمه يسمحونا ربما كش نسينا واحد مش بالناس او يسمحونا هذا راه اللي يخدم قاع يقلب راه العود واحد عود اكيد عود قريب لينا عاوننا وعدو نسينا يسمح هذا اللي راح يصلح وزعفناه والله غادي يسمح هذا واش نقول ربي يبارك فيكم ان شاء الله وان شاء الله اللقاء نتاع القادم ان شاء الله يكون في نتيجه ان شاء الله دوليه باذن الله تعالى ان شاء الله. وتسيب لنا كنت دائما كنت سباق وكنت دائما في التتويجات كنت حاضر معنا ما نساوش خيرك بارك الله فيك صح. وهذا المربي هذا المربي صالح لانه شيخ بلال قبل ما يكون اعلامي ذكر كان مربي صالح وهذا اللي مربي صالح هذا والله فعلا يعطيك الصحه ورياضي ولد ورياضي ورياضي قديم يعطيك الصحه نسيتوا اهم حاجه يلا فعلا فعلا بارك الله وكشف فيك وكشف لك كل ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله وهذه يعطيكم الصحه. رسالتك الى نختم برسالتك الى المسؤولين على المستوى الولائي والمستوى المحلي دائما كتحثوا في مش عارف تعودوا تنظروا في الندوات وفي مش عارف تحثوا في اجتماعات تحثوا على نتائج احنا رانا قدمنا لكم نتائج وانا ظلمناكم قدام ربي ثم دبروا صح خلاص. اذا اعزائي المشاهدين كنا مع نادي الوفاق للملاكمه المسعديه بولايه مسعد المتدبه ان شاء الله مسعد مستقبلا ولايه رسميه باذن الله تعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل إطارتها وشبابها. كنا قدمنا لكم بطل الجزائر في البطولة المدرسية عصام عسالي وقدمنا لكم كذلك ملاكم المستقبل كريبع موسى وتحياتنا لجميع الملاكمين الآخرين إن شاء الله بالتوفيق لنادي الوفاق. هذه ممكن حصة جاءت بدون برمجة جاءت هكذا تحياتنا لكل الحكام الملاكمة الذين يمثلون مسعد تحية لكل من أحب هذه الرياضة وكل من قدم لها من بعيد أو قريب شجع قريبا أو بعيدا. نتمنى لعصام أن يكون في فرنسا إن شاء الله. في فرنسا لماذا؟ لأنه سيكون بطلا في دولة لا نحبها ولن نحبها ولا نحبها أبدا إن شاء الله. ولكن أنا متأكد بأنه إذا إن شاء الله راح إلى فرنسا سيكون بقوة مضاعفة إن شاء الله لأن هناك حافز داخلي سيبعث فيه روح القتال وروح التمثيل مسعد إن شاء الله. ربي يرحم أخينا الوجه الجيلاني إن شاء الله ربي يرحمه نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يسقيه أن يحيى مزوز يحيى الحاج يحيى مزوز كذلك ربي إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لا يظمأ بعدها أبدا ويجعل قبورهم رياض من رياض الجنة إن شاء الله. رمضان كريم ربي يتقبل منا منكم الصيام والقيام. ننتظر من نادي الوفاق تتويجات أخرى نجاحات أخرى في المستقبل إن شاء الله على المستوى المحلي والوطني إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه صح سحوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.